وحول هذا الموضوع تطرقت البروفيسور دلال الرمحي استشاري الغدد الصماء والسكري في مستشفى عوالي، تطرقت خلال مداخلة في نشرة سابقة إلى أهم النصائح التي يوصى بها مرضى السكري خلال شهر رمضان المبارك. بالنسبة للأشخاص اللي معاهم السكري ويحبون أنهم يصومون في شهر رمضان المبارك، فالعناية فيهم تكون قبل شهر رمضان بزيارة الفريق الطبي من طبيب وممرض وأخصائي تغذية لوضع خطة علاجية متكاملة. أول سؤال نسأله، هل هذا الشخص طبياً قادر على الصيام أو لا؟ ثانياً نقوم بوضع التدابير اللازمة من تنظيم التغذية والنصائح اللي تحمي الشخص من الجفاف والنصائح اللي تضمن له متى الوقت المناسب للرياضة، ووضع خطة تناسب التغذية اللي يحتاجها هذا الشخص، تعتمد أساساً على الطعام المتوازن وفيه الكربوهيدرات بنسبها المعقولة مع البروتينات والألياف أكيد. كذلك من المهم جداً تضبيط جرعات الأدوية وأوقاتها، في بعض الأدوية يتم تخفيفها، في بعض الأدوية يتم إلغائها، وأهم من ذلك هو تعليم الشخص متى يقوم بقياس السكر خلال شهر رمضان، متى يقيس السكر أثناء فترة الصيام، والمحاذير التي تجب عليه عندها أنه يكسر صيامه.